أجل أن تقوم في الجلال وتقول لك الصحابة عطانا على اساس ان احنا غادي يكون النائب الرابع داخل الهيكله ديال المجلس. اليوم كنجيو وكنصوتوا عليه حنا كحزب وكيغدرنا وكيحيدنا من اللائحه ديال النواب. بغينا نعرفوا الاسباب علاش هذا الرئيس غدار، هذا الرئيس حرام عليه من جهه الله. حنا راه ما كنشوف ما كيهموناش المناصب بحال شي وحدين بحال الخرازه، حنا ما كيهمناش المناصب. ما عمر المناصب كانوا كيهمونا، ماشي ما عمر المناصب غير الالتزام ديال هذا الراجل ما طبقوش معانا. شنو هو الالتزام؟ الالتزام انه عطانا النائب الرابع للرئيس داخل المجلس، واليوم حيد الاسم ديالنا من داخل المكتب. ما عرفنا التكوليس كيفاش داز، ما عرفنا الامور كيفاش دازت، ولكن اللي غنقول لكم من هذا المنبر بان هذا الرئيس ما يمكنش يكون رئيس لانه بدا بالغدر من الاول، وغدر هذه المؤسسه وغدر الناس ديالو وغدر التحالف ديالها.